التجميدات والتدابير في مواجهة كورونا وفيروس كوفيد 19 فيروس كورونا. إذا هذه طبعا تطلبت مجموعة من الإجراءات، وأول شيء بعد الجراحة هو على أن تعبئة يعني الجميع من أجل إتاحة المحطة. وهنا كنعرفوا بأن التعليم ولا قضية الجميع، ما بقاش غير قضية الرضا الوطنية. إذا أقول كما قبل قليل على أن الأمن والسلطات المحلية انخرطت في تأمين المؤسسات وتأمين الامتحانات. هناك المجالس المنتخبة مثلا البلدية التي انخرطت في تحقيم مراكز الامتحان. هناك جمعية الجهات اللي وافتنا بأقنعة الواقعية لجميع التلميذات والتلاميذ، كذلك حتى المدربين على الامتحان. هناك الصحة يعني بالأمس نسقت مع مدير الصحة واليوم يعني أصبحت سيارات خاصة مكتوب فيها طبعا كوفيد 19 أمام خاصة المؤسسات يعني تحسبا لأي طارئ. إذا هنا كان نقول على أن الجميع يعني منخرط في نجاح هذه المحطة. وطبعا حنا كأكاديمية وفرنا ما طبعا استلزمت به الوزارة من كمامات ومواد تعقيم المراكز، الحفاظ على أعصاب التلاميذ في القسم الذي تجاوزها، وحتى القاعة المغطاة التي تم استعمالها. يعني كان هناك تباعد بين المرشحين تقريبا مترين بين المرشح والآخر. إذا بغيت نقول على أن طبعا إحنا العدد ديال المترشحين هو أقل عدد على المستوى الوطني. إذا عندنا 2032 مترشح مترشحة يعني الرسميين منهم هم كيمثلوا تقريبا 61%، الأحرار تقريبا 0.4%، لا عفوا التعليم الخصوصي 0.4%، والأحرار تقريبا في 32 فاصلة يعني كانوا هناك فاصل، إذا 33% من مجموع المترشحين. بالنسبة للإناث عندنا في التعليم العمومي البنات كيشكلوا 53% من مجموع المترشحين، في حين على أنهم كيشكلوا 44% في التعليم الخصوصي، وتقريبا 46% في المرشحين الأحرار. إذا قبل أن أنهي أقول أنني أتقدم بالشكر الجزيل لكل من خلط معنا وينخلط دائما معنا في هذه المحطات، وعلى رأسهم طبعا كما قلت السلطات المحلية المجالس المنتخبة، وطبعا الأطقم ديالنا ديال التعليم اللي دائما تنخرط. وأتمنى أن تكون النتائج متميزة هذه السنة، متميزة وتكون النتائج يعني مرتفعة. احنا السنوات الماضية السنتين الماضية كنا في المرتبة الأولى، عفوا في المرتبة الثانية وطنيا، ونتمنى نكونوا في المرتبة الأولى ولا اللي نحتفظوا بها الثانية. لماذا؟ لأن نتمنى أن يكون التلاميذ والتلميذات قد استثمروا هذه الظروف الخاصة بهذه الامتحانات. أولا ما قعدتش يعني قراءة حضورية من 16 مارس، وأن الامتحانات اقتصرت على الدروس الحضورية اللي كانت 14 مارس. وكذلك الوزارة انخرطت واتحدثت في القنوات السردية والمسطحات الإعلامية كلها يعني قدمت مجموعة من الدروس الداعمة، دروس قبل وكذلك الدروس للإعداد للامتحانات. يعني هذه كلها يعني أشياء تميز هذه الامتحانات ديال البكالوريا، ونتمنى ويكونوا التلميذات والتلاميذ قد التقطوا هذه الفرصة وما يضيعوها، لأن الحقيقة فرصة، لأن الدروس عندهم يعني أقل مما كانت عليه في السنوات الماضية، كانت دروس داعمة، كان عندهم الوقت الكافي للمراجعة. إذا نتمنى ولن نتفاجأ